أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا مع نسبة فحوص إيجابية قاربت على 29%، هي أبرز مؤشرات الحالة الوبائية في الأردن أمس. ففي التفاصيل، سجل الأردن 17 وفاة و 21386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومن أصل نحو 75,000 فحص مخبري خرجت نسبة الإيجابية منها لتسجل 28.6% تقريبا، مقارنة مع 28.2% يوم أمس الأول. ويبلغ عدد الحالات في المستشفيات حاليا 101 حالة، فيما وصل المجموع التراكمي للحالات النشطة إلى نحو 127,500 حالة. وللاطلاع أكثر على الوضع الوبائي المحلي ومقارنته عالميا، ينضم إلينا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية دكتور وائل الحسامي، اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية. دكتور، صباح الخير وأهلا بك في أخبار السابعة. بالبداية دكتور، كيف ننظر إلى الارتفاع في عدد الإصابات المسجلة في الأردن، حيث تجاوز الأسبوع الوبائي الحالي 112 ألف إصابة خلال أسبوع؟ نعم، يعني عدد الإصابات بالأردن يعني يتماشى مع طبيعة الأوميكرون والإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول العالم. فللمقارنة، عدد الإصابات في الأوميكرون في الولايات المتحدة كانت 5 أضعاف عدد إصابات الدلتا بالبيك على لما وصل قمة المرض. نعم، فيعني نتكلم عن أعداد كبيرة بأسباب أنه هذا المتحول الجديد سريع الانتشار وشديد العدوى. نعم، هل نتحدث عن ذروة لهذا المتحور تحديدا في هذا الوقت، أم سنشهد ارتفاع أيضا آخر على أعداد الإصابات خلال الأيام القادمة؟ وهل المنحنى الوبائي سيعود في هذا الأسبوع، أو متى التوقعات سيعود إلى الانخفاض؟ يعني هو من بداية المرض، من بداية انتشار المتحور الجديد لنهايته تأخذ حوالي 6 أسابيع إلى 8 أسابيع. لما تزايد الحالات بشكل متسارع جدا، عادة خلال أسبوع إلى أسبوعين تصل الذروة ومن ثم تعود. من الصعب التكهن متى ستصل الذروة لعدة أسباب، وواحد من الأسباب أنه الناس بشكل عام لا تفحص كثيرا. هذه الأرقام تعطيك يعني انطباع عام بشكل عام، لكن في كثير من الناس لا يقوموا بالفحص، بالإضافة إلى أن 50% من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض في المتحور هذا تحديدا. لذلك من الصعب الحكم تحديدا متى ستعود تصل القمة وتعود، لكن أريد أن أنوه أن عدد الوفيات الإجمالي ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من الأوميكرون زادت بقليل عن الدلتا بسبب عدد الإصابات الإجمالي. فالنسب، أحيانا نتكلم عن نسب الوفيات أقل، لكن العدد الإجمالي كان أعلى. وأيضا عادة الوفيات ما يعني تتأخر أسبوع إلى أسبوعين عن قمة أو الارتفاع في عدد الإصابات. نعم، طيب دكتور، إذا ما تحدثنا عن هذا المتحور تحديدا وعن الأعراض، لربما العديد من المواطنين لا يظهر عليهم أعراض، ومواطنين آخرين يظهر عليهم أعراض، ولربما يعانون بعد 10 أيام من الانتهاء من مدة الحجر، يعانون من أعراض كارتفاع بالحرارة، وأيضا آخرين يصابوا بضيق في التنفس. فهل ما زالت أعراض أوميكرون تتعلق ايضا باعراض دلتا؟ بصراحه يعني احنا لابد ان نضع الامور بالطريقه الصحيحه. انا سمعت من بعض المعلقين وبعض الناس يتكلمون انه هذا مشابه للانفلونزا الموسميه. هو غير مشابه وليس حتى من نفس الفصيل الفيروسي. عندما نتحدث عن الكوفيد 19 ومتحوراته نقارن السيء بالأسوأ، فلا نقارن السيء بفيروس أقل حدة. بشكل عام الأوميكرون نعم أقل حدة مقارنة بسابقاته من المتحورات الكوفيد 19، لكن يعني المرض يطول عند بعض الناس،
البعض يعاني منه لفترة أطول من 10 أيام، بعضهم 30 يوم، بعضهم 40 يوم حسب الإصابة. لذلك يعني لا يمكن مقارنته بالفيروسات الموسمية العادية. نعم. طيب دكتور، بما يتعلق بالحجر وتخفيضه ليصبح 7 أيام للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض وعشرة أيام للأشخاص الذين يعانون من الأعراض، هل هذا الأمر فيروسيا نتحدث عن العدوى وكسر سلسلة العدوى، وأيضا هل الشخص يصبح معديا أم غير معدي؟ فهل تخفيض مدة الحجر مقبول هذا الأمر؟ تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها بدأت في هذا الأمر، ومن ثم هنالك دول عديدة انتهجت هذا النهج كالأردن التي نتحدث عن 7 أيام وعشرة للشخص الذي يعاني من أعراض. فلسطين ذهبت إلى 5 أيام و7، فهل هذه المدة مقبولة فعليا في الطب؟ يعني من ناحية طبية وحتى الدراسات اللي نشرتها CDC بعد 5 أيام 15% من الناس ما زالوا ينقلون العدوى، لذلك العدوى قد تمتد ل10 أيام من المصابين، لكن معظم العدوى هي خلال ال5 أيام الأولى. إلا أن سرعة انتشار المرض وعدد الإصابات في العالم، وهذا ما توقعته الولايات المتحدة الأمريكية، أثر على الطاقة البشرية في الأماكن الحيوية، لذلك لم يستطيعوا أن يكملوا. لكن بعض يعني بعض الأقسام أغلقت في مستشفيات، بعض الأماكن الحيوية، بعض الأماكن في الشرطة وغيرها من الأماكن الضرورية للحياة. لذلك هو قرار مبني على الحاجة للطاقات البشرية أكثر مما هو قرار طبي، وهذا يعني شيء متوقع. نعم. طيب دكتور، هل يعني هي توقعات، ولكن هل نتوقع أن يصاب تحديدا في الأردن جميع من يقطن على أراضي المملكة في هذا الفيروس؟ يعني لا أظن ذلك، لأنه أولا إذا حكينا للناس أن كلكم راح تنصابوا، ما في داعي للكمامات وما في داعي لأي التزامات، لأنه كأنه بتقول له الموت جايك أو المرض جايك وتستسلم لذلك. نعم. ثانيا دراسيا أو علميا بشكل عام، السكان اللي يصابوا 30% من السكان بأي منطقة بضربها الفيروس لأسباب يعني مختلفة. بعض الأجسام تقاوم الفيروسات، بعضها لا تصاب، في ناس التزام عندها، اللقاحات خففت وخفضت. لذلك يعني من الصعب أن نقول أن جميع سكان الأرض سيصابوا. ممكن نتكلم بعد 10 سنوات جميع سكان الأرض ممكن يصابوا في مرحلة من المراحل، هذا احتمال، لكن نتكلم الآن إنه إجا الإيميكرون وخلال 2-3 شهور كل الناس راح تنصاب وراح ينتهي المرض، لا يمكن أن يحدث ذلك. نعم. طيب دكتور، أخيرا، ما زالت بعض الدراسات تتحدث عن أن هذا المتحور هو الأشد سرعة، ولكن هو سبيل النجاة من كورونا ونهاية الوباء. هل نتوقع هذا الأمر أم سيستوطن كورونا في الدول؟ من ناحية الاستيطان سيستوطن كورونا لفترة محدودة من عدة سنوات القادمة، لن يكون هذا مخرج أو أنه يشكل مناعة. كلما هي قاعدة تعلمناها من الكوفيد-19، كلما قلت حدة الإصابات كلما زادت احتمالية الإصابة مرة أخرى بنفس الفيروس أو متحوراته بعد مرور 1 أو 2 شهر بسبب عدم تكون مناعة كافية، وهذا بالفعل ما نلاحظه الآن. تسمع واحد انصاب 2 و3 وبيحكي لك خلال 2 انصبت المرة الثانية والثالثة، وكانت المرة الثانية أو الثالثة أشد من سابقاتها. لذلك إنه نقول إنه يكون مناعة، المناعة كلها يكون مناعة، لكن لكم ستبقى هذه المناعة؟ هذا السؤال الكبير. إذا المناعة اللي أخذناها من اللقاحات الفعالة جدا كانت فعالة ل6 أشهر، وبعضها الدراسات تقول عن 8 أشهر. نعم. فالفيروس خفيف الإصابة أو يعني خفيف الحدة لا يمكن يشكل مناعة كافية للخلاص من الفيروس. إذن هل تتوقع أن نتجه إلى جرعة رابعة ومعززة من اللقاحات؟ يعني للآن لا يوجد حديث عن جرعة رابعة لجميع السكان، هنالك فئة محدودة يسمونهم هاي ريسك جروب اللي عندهم نقص مناعة وعندهم مشاكل خاصة، يعني الآن بدأوا بالفعل إعطائهم الجرعة الرابعة.
أنا أتوقع أنه سيكون هنالك يعني لقاحات بشكل دوري لعدة سنوات، هل نسميها جرعة رابعة أم جرعة إضافية أو جرعة جديدة بغض النظر شو راح تكون التسمية، سيكون هنالك لقاحات موسمية حتى يعني تمر عدة سنوات ونتطمن أنه هذا الفيروس تم محافظته بشكل كبير جدا. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية دكتور وائل الحسامي، اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية، شكرا جزيلا لك.